يقول: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ وما حكم قراءة الفاتحة على روح الميت؟ قراءة الفاتحة على الأموات بدعة، ما لا دليل عليها، والمشروع للأموات الدعاء لا القراءة، المشروع لهم الدعاء والاستغفار لهم، طلب الرحمة لهم إذا كانوا مسلمين، هذا هو المشروع. وأما قراءة القرآن الفاتحة وغيرها هذا لا دليل عليه، فهو بدعة. وأما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فهي غير صحيحة ولا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، والنهي يقتضي الفساد وعدم الصحة،